أحب أن أكون صريحاً يا إخواني، لأن مستقبل الإسلام في مستقبل أمته، في مستقبل بلاده. لا تحدثني عن الإسلام بلا أمة، بلا حملة، يضيع يا إخواني. وقطعاً الله سيحفظه، لكن بحملته الأنجاب، نسأل الله أن نكون منهم وأن نسير في طريقهم وأن نضوء طريقهم لمن ضل عنها أو ضلل عنها وغبيت عليه وعميت. يا إخواني، كما نقول دائماً، نحن نرى أن الحق أوسع للجميع، ومن ضاق عنه الحق فالباطل أضيق. من لم يسعه الحق والله الذي لا إله إلا هو لن يتسع له الباطل. انتبهوا، وهو يرى أن الباطل واسع جداً له اليوم، وهو يصول ويجول ويفعل ما يشتهي ويأتي ما يرغب. انتبهوا، الأيام دول والدهر قلب، ونحن على كوكب دوار، ونحن على كوكب دوار الليل والنهار. أما أن لهذه الأمة يا إخواني أن تتبع الحق في قولها وفعلها في رؤيتها وتصورها، لأن الحق والحق وحده والله العظيم هو الذي سينقذهم وهو الذي سيسعهم. أنا أقول لكم، غدا تحدث مثل هذه الفتن، لن نكون من المحرضين قسما بالله على الوهابيين. رغم مواقفهم منا وتكفيرهم لنا ولغيرنا، نحن لسنا مع الدم، لسنا مع القتل يا إخواني. الحياة عملة نادرة في الكون، مش في أمة الإسلام، في الكون كله، قدر 90 مليون سنة ضوئية. إيه الآن مش ثابت أنه في حياة إنسانية إلا على كوكب الأرض. هذه عملة إلهية مقدسة، عملة نادرة جداً جداً. علينا أن نقدس الحياة، أن نقدر الحياة يا إخواني، ألا نستهين بالدماء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين.